حكم صلاة عيد الفطر وكيفية أدائها فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرر التحية وأكرر التهنئة للأمة المصرية جميعا وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية ولكل إنسان، أقول له كل سنة وإنت طيب وبصحة وعافية، ويا رب يعم السلام والوئام والأمن والأمان على مصرنا الحبيب وعلى أمتنا العربية والإسلامية. وبمناسبة عيد الفطر المبارك، أمضينا أياما معدودات في رمضان في طاعة وصلاح وذكر وقرآن، نسأل الله عز وجل أن يسحب لنا هذا البساط من الروحانيات لما بعد رمضان. بالنسبة لصلاة عيد الفطر، صلاة عيد الفطر العلماء يقولون إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وبعضهم يقول إنها فرض كفاية. يعني إيه سنة مؤكدة؟ يعني لا تكون واجبة. الصلاة العادية الفروض الخمسة والجمعة بنسميها فريضة، فرض، يعني يأثم تاركها ويثاب فاعلها. أما صلاة عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، بنسميها سنة مؤكدة، يعني سيدنا النبي كان بيصليها على طول، ولكن مش من باب الإلزام، لا، من باب الندب. من يفعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. ولكن من ذا الذي يترك صلاة العيد التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها تعد من الشعائر، مع أنها سنة ولكن تعد من الشعائر كده، أو فرض كفاية، بمعنى إيه؟ إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، بمعنى أن مساجدنا ما تخلوش من صلاة عيد الفطر المبارك، فحكمها هو أنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية تكون على الإنسان البالغ المكلف.